تتكرر الغارات الجوية على سوريا واخرها غارات على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال حيث سقط عشرات القتلى والجرحى. وأفاد مسؤول استخباراتي امريكي بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت مستودعات كانت بمثابة خط أنابيب لمكونات تدعم البرنامج النووي الإيراني. عرض شامل لأبرز الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا مع الزميلة مروج ابراهيم. مروج مره اخرى مرحبا بك، السؤال هو هل باتت الاجواء السوريه مفتوحه؟ هي مفتوحه منذ زمن الى اي مدى ربما ستستمر على هذا الحال؟ هذا ما نحاول الاجابه عليه خلال هذه الفقره ولكن بدايه نستعرض ماهيه العمليات العسكريه الاسرائيليه التي تتم في الداخل السوري وتستهدف النفوذ الايراني. فما ان باتت الميليشيات المواليه لايران على بعد كيلومترات معدوده من نقاط تمركز القوات الاسرائيليه في الجولان حتى بدات تل ابيب باستهداف قواعد عسكريه ايرانيه في العمق السوري، فقبل نحو اسبوعين قال الجيش الاسرائيلي انه قصف خلال عام 2020 50 هدف في سوريا من دون تقديم اي تفاصيل بشان تلك الاهداف. اعتمد سلاح الجو الاسرائيلي خلال ضرباته داخل سوريا على طائرات الاف 16 والطائرات المسيره ومروحيات الاباتشي. واستهدفت ابرز ضربات العام 2020 مقرات لميليشيات الحشد الشعبي في منطقه البوكمال فضلا عن مستودعات بريفي دمشق ودرعا. في مارس الماضي تم استهداف مطار الشعيرات بحمص. اما في مايو فتم استهداف او استهدفت اسرائيل مواقع عسكريه. بحلب واخر هذه الضربات شن غارات جويه اسرائيليه على مخازن اسلحه ومواقع عسكريه في المنطقه الممتده من دير الزور الى الحدود السوريه العراقيه في بادية البوكمال وفي الضربه الاخيره لاسرائيل كشف مسؤول استخباراتي امريكي ان وزير الخارجيه مايك ناقش الغارة الجوية يوم أمس مع رئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين. هذا التنسيق من قبل واشنطن وتل أبيب يفتح الباب أمام التساؤلات بشان الموقف الروسي، خاصة وأن موسكو كانت قد عقدت قبل نحو عامين اجتماعات مع الجانب الإسرائيلي بهدف تحسين التنسيق بين الجيشين وتجنب أي عمليات احتكاك من الممكن أن تحدث خلال العمليات أو الضربات الإسرائيلية ضد إيران في الداخل السوري. طبعا تشدد اسرائيل على انها ستستمر في تصديها لمحاولات ايران الراميه الى ترسيخ وجودها العسكري في الداخل السوري وارسال اسلحه متطوره الى حزب الله اللبناني. معنا من اربيل الخبير في الشؤون الامنيه والاستراتيجيه السيد احسان القيسون. سيد احسان اهلا وسهلا بك معنا. الجيش الإسرائيلي يعلم أنه قام بتوجيه خمسين ضربة داخل سوريا خلال عام واحد فقط هو العام 2020 ماذا تحقق إسرائيل من كل هذه الضربات التي تستهدف النفوذ الإيراني في سوريا؟ تحية لك وتحية للأستاذ مهند يبدو أن الخنادق تقاطعت وتداخلت في مسرح العمليات السورية وهنالك صراع إرادات وصراع على النفوذ ويبدو لي بأن إسرائيل بدأت تملك قواعد اللعبة وكل الدول التي توجد لها قوات عسكرية على المسرح العمليات السوري بدأت تعي هذه الحقيقة <applause> إسرائيل لن تسمح لايران بان تقوم هنالك قاعده او قدرات قتاليه داخل الاراضي السوريه كالقدرات القتاليه لحزب الله في جنوب لبنان م. تخشى ما تخشى ايران هي الصواريخ العمياء الذي تصنعها ايران بالالاف والذي تم نقلها اخيرا إلى مسرح العمليات السورية في مخازن تابعة لقطاعات النظام السوري في دير الزور وأيضا في الميادين والبوكمال. هذه الصواريخ العمياء تستطيع أن تستهدف مجاميع السكنية أي تستهدف أهدافها تربيعية وليس نقطوية كالأهداف الذكية الأهداف الذكية تستهدف أهداف استراتيجية الأهداف الاستراتيجية الإسرائيلية محمية بمنظومة باتريوت فإذا هي تخوفها من آلاف هذه الصواريخ العمياء التي تنطلق كصواريخ مدفعية وتصيب التجمعات السكنية داخل إيران ولكن كل القدرات القتاليه الهجوميه والقدرات القتاليه الدفاعيه للنظام السوري ولميليشيات ايران قد انتهت في مسرح العمليات السوريه اكثر من خمس سنوات وإيران واسرائيل تستهدف أهداف في العمق الإيراني مختارة ولن نرى هنالك أي رد حقيقي للميليشيات على سوى محاولتين فاشلتين طيب. من الجولان هنا السؤال أيضا سيد أحسان جدا من قبل إسرائيل هل ستظل الأجواء السورية مفتوحة أمام عمليات من هذا النوع أمام عمليات انتقامية تصفية حسابات بين لاعبين كبار يبدو لي بان حرب الاستنزاف قد بدأت اسرائيل او استطيع ان اسميها حرب الـ الـ الاستباقيه اكثر من ساعه ونصف الـ الـ القوه الجويه الاسرائيليه الطيران الاسرائيلي موجود في مسرح العمليات السوريه وفي الاجواء السوريه لن نرى اي تصدي لهذه الطائرات لا منظومه دفاع جوي مدفعي ولا منظومه دفاع جوي صاروخي فإذا سيطرت إسرائيل على المسرح العمليات جويا وتستطيع أن تصيب أي هدف ونحن نعلم بأن إسرائيل تعتمد على المعلومة الاستخبارية الأمريكية التي تقدم لها هذه العملية الأخيرة استنادا إلى معلومة استخبارية أمريكية جاءت بأن إيران قامت بنقل أسلحة ثقيلة وبالأخص صواريخ العمياء إلى مخازن تابعة للقوات السورية وأيضا تابعة لميليشياتها الموالية طيب. داخل الأراضي السورية إن كانت هذه العملية سيد إحسان تمت وفق مصادر عليا بالتنسيق بين الاستخبارات الأمريكية والجانب الإسرائيلي هل يعني ذلك أن أمريكا تبحث خلال الفترة المقبلة أن تعيد دورها أكثر في الداخل السوري تعيد نفوذها أن تعيد قدم المناطق التي تخلت عنها في سوريا صراع الايرادات وصراع النفوذ مستمر جدا في في مسرح العمليات السوريه، مسرح العمليات السوريه يختلف جدا عن مسرح العمليات العراقيه ولكن هنالك خبر بان هنالك اجزاء من البرنامج النووي نقل الى هذه، انا لا اتوقع هذا الخبر يعني غير غير صحيح لان اذا ارادت ايران ان تنقل اجزاء من برنامج النووي سوف تنقلها الى مسرح العمليات العراقيه ونحن نعلم بان هنالك جرف النخة جرف الصخر هي قاعدة إيرانية متقدمة ولا تنقلها إلى مسرح العمليات لأن تعتبر هذه الأرض غرب العراق ومسرح العمليات السورية تحت رحمة الطيران الإسرائيلي فإذا لن تنقل معدات نووية إلى مسرح العمليات السورية بل إبقائها إذا رادت أخفائها من لجان التفتيش. تنقل إلى مسرح العمليات العراقية لأن بعيدة عن استهدافها من قبل الطيران الإسرائيلي. طيب برأيك سيد إحسان هل ستكتفي واشنطن بهذه الضربات الموجعة من قبل إسرائيل للأهداف الإيرانية في الداخل السوري كرد أو عقاب لإيران على التبجح الذي شاهدناه خلال الفترة الماضية أم أنها لابد أن يعني تعطي أو تضع واشنطن بصمتها؟ منفرده. بروباغندا الحرب سوف لن تقع. كل المحللين العسكريين والسياسيين الذين يتوقعون بان تكون هنالك معركه او حرب مفتوحه او حرب محدوده ضد ايران فهم واهمين، كلهم ينظرون ما فوق الطاوله ولا ينظرون ما تحت الطاوله. إيران من سنة 79 وحادثة السفارة وقتل أكثر من 200 من مارنيس في بيروت وكل هذه ولن تقع حرب بين إيران وأمريكا ولا ننسى بأن وافقت أمريكا على أن تقوم إسرائيل بتسليح الجيش الإيراني بأكثر من مليارين و300 مليون دولار في الثمانينات من العقد الماضي من 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 القرن الماضي خلال الحرب العراقيه الايرانيه فهنالك ما تحت الطاوله الكثير الكثير بين اسرائيل وامريكا وايران. <applause> شكرا جزيلا لوجودك معنا من اربيل الخبير في الشؤون الامنيه والاستراتيجيه سيد احسان القيسون. عوده اليك مهند مره اخرى واستكمال بقيه ملفات غرفه الاخبار. شكرا جزيلا لك مروج.